برنامج احنا هكا وعلى اذاعه المندره ان شاء الله بشكون نهار السبت. اليوم احنا في البلاصه دي اللي تشوفوا فيها الطبيعه مزيانه. البلاصه دي قبل اسمها طريق غار الملح، وتوا ولا اسمها طريق سونين. البلاصه دي موجوده وراء المدرسه الاعداديه راس جبل، وراء المعهد الثانوي محمد بن العنادي. معناها اللي باش يطلع لسونين الكل يطلع مهل اثنيه، تنجم تقول مسلك فلاحي هو. احنا في المكان هذا اذا، واسمها جزء من البحيره. جزء من البحيره اخصب الاراضي الزراعيه راس جبل الموجوده في منطقه البلاصه دي. احنا اليوم في زياره لدار سي عبد الرزاق السفيقسي، زوج السيده الفاضله سيده حمده، اللي هي جي بنت الشهيد عبد الواحد حمده في ذكرى استشهاده 23 اكتوبر 1952. باش نحكيو عليها شويه على حياتها وعلى الشهيد، ربي يرحمه. السلام عليكم. مرحبا بكم. 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 على راسي وعيني. بارك الله فيك. أولادي. إذن تحية إلى مستمعي ومتابعي إذاعة المندرة أفام. برنامج أحنا هكا يحط الرحال اليوم. الحقيقة أحنا كنا باش نحط الرحال في دار خالتي السيدة بنت الشهيد عبد الواحد حمدة الله يرحمه، ولكن شاءت الأقدار وأن نحط الرحال في دار حفيدة الشهيد عبد الواحد حمدة أختنا رجاء. بارك الله فيك اللي استضفتنا في داركم، وهي دارك ولا دار أمك تقريب كيف كيف. بارك الله فيك. احنا مازلنا كيف خرجنا من احتفالات المولد النبوي الشريف، إذاعة المندرة توجه التهاني لعائلة الشهيد عبد الواحد حمد الله يرحمه، وتقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله مولدكم مبروك ان شاء الله زين بين، وربي يعوضكم بخير وسلام. واحنا في الحقيقة معانا سي عبد الرزاق الصفاقسي اللي هو يجي زوج السيدة بنت الشهيد عبد الواحد حمد، ومعانا كذلك أختنا رجاء اللي هي حفيدة الشهيد. احنا لهنا في مناسبة مهمة ومناسبة تاريخية ومناسبة عظيمة، وهي جزء لا يتجزأ من تاريخ الحركة الوطنية عموما، والحركة الوطنية خصوصا في جهتنا، واللي قاومت المحتل الفرنساوي وأخرجته من أرضنا، من أرض الوطن. وإحنا توا مازلنا احتفلنا بعيد الجلاء 15 أكتوبر. فلقائنا اليوم هو إحياء لذكرى الشهيد عبد الواحد حمدة اللي استشهد مع مجموعة من المناضلين والمقاومين في تاريخ 23 أكتوبر 1952 تحديدا في مدينة رفرف. طبعا التفاصيل التاريخية والأحداث والملابسات وكل ما حدث في ذلك التاريخ العظيم المجيد بالنسبة للحركة الوطنية عموما وبالنسبة لجهتنا خصوصا، هذا باش يتولى الحديث عنه صديقي وأخي الأستاذ محمد الحبيب الغناي. وإن شاء الله هذا باش يكون في ندوة يوم السبت إن شاء الله في المكتبة العمومية برأس الجبل. ولكن اليوم احنا عند خالتي سيدة وعند أختي رجاء وعم عبد الرزاق، نحب نحكي على عبد الواحد حمدة الرجل، وعبد الواحد حمدة المناضل، وعبد الواحد حمدة شنو اللي بقى من ذكراه عند خالتي سيدة اللي هي بنته. تفضل خالتي سيدة، بعد إذنك الميكرو قرب لك. برشا حاجات أنا ما نعرفوش، خليني بنت 5 شهور وسمعت هو تربى. خلي الميكرو خالتي سيدة كيكا. هو بابا تربى يتيم، أمه ماتت وخلت ولد 10 سنين، من بعدك شيبوه خليه ولد 15 سنة، ولد 16 سنة تخلي الكشافة، ماري في الكشافة، ولد 20 سنة عيطولو للجيش، وعمو ما خلاش يمشي للجيش. هو عمره 10 سنين وولده توفى؟ ولدته توفى، ايه بوه خليه 15 سنة. عنده اخوات اخرين؟ عمي ميت، لي خوه بوه ميت. عندك عمك اهو؟ عم اهو، وعم ميت عنده توا 20 سنة، ميت 21 سنة. وعمتي عمتي مسكنا على الفراش الموت هيك باهي. اي
هو تزوج قداش عمره؟ 20 سنه. 20 سنه. كي هو مشى للجيش وحب يخدم، الجيش ما خلوهش، عمو ما خلاش يخدم. ما سالش خالتي سيدة، قول لنا أمك، أمك شكون هي أمك؟ أمي عزيزة بنت مزحمتة، تميزة عندها 12 سنة. ما سالش، خلينا نذكروها. إيه إيه. وقت لي أم، وقتنا نحكي لك عندنا كمان قصة على بابا، وقت لي بابا عمره 17 سنة 16 سنة مشى يمشي هما فلاحة، فلاحة لابس عليهم، يمشي في نهار يخدم في الفلاحة، وفي الليل يمشي للكشافة. ويهز بابا يهز النعمه، يبيع النعمه، يبيع الزي، كل شيء عندهم لبس عليهم، ويشري الصليح، يشري الصليح، عنده صندوق نتاع الصليح. وقت اللي دهموا على دارنا على الصليح ما لقوهش، قالوا لي يعرفوه اللي عنده الصليح. وبعد 20 بعد اللي هم ما خلوش يمشي يخدم الجيش، عمو ما خلاش يخدم، فك وقت خلصوا عليه 50 دينار عام 50، نهار 10 اكتوبر، نهار 1 اكتوبر عيطوا له الجيش، بعطوه دفع عليه 50 دينار وخرجوه، ما خليوش يعملوا له عوض، ما حبش هو، قال نقتل الجدارمي من ديمني انا حي حتى نقتل الجدارمي. بعطوه كيف نقولوا خالتي سيده اللي هو عيطوا له باش يخدم في الجيش، باع باش يخدم في الجيش الفرنساوي ولا في الجيش التونسي؟ ما نعرفهمش. مو الجيش الفرنساوي، خاطر تونس تونس كانت تحت الاحتلال. وهما كيف عيطوا له؟ عيطولو على اساس باش يخدم في الجيش الفرنسي. ايه هو قالك وقتها لي مانيش راجع حتى نقتل الجدرمية تاع فرنسا. ايه حتى يقتل الجدرمية تاع فرنسا. الجيش الفرنسي. ايه عنده نقمة على الجيش الفرنسي. كانت عنده رغبة، سمعت انا الرواية هذه حتى امي حكيتها لي بالحق. ايه حتى امك هيك حكيتها لك، معناه ما خلوش يخدم. هو كان عنده حس وطني قوي، يعني حس وطني، شعور وطني ورغبه كبيره في النضال. عنده صندوق، كان ناخذ صندوق يحط فيه محوج ودبشه نتاع دبشه ويخدم، انا شنو نسمع بيه هكا كيف يحكيوا عليه. ومن بعدك كي ما خلوهش معناها يمشي للجيش، مشى ديما في الكشافه وفي الحزب، دخل الحزب هاكا، من الحزب يمشي يمشي يشري في الصليح ويحط، ويمشي مع اصحابه يقاتل، يمشي يمشي في كل بلاصه ما يعرفوش فين يمشي، يخرج في النهار يمشي للفلاحه، وفي الليل يمشي يمشي للكشافه، ويمشي للحزب، هو حر. مش متلقى هو واصحابه، ما خلوش دارهم، يمشي عرسول وخوه عرس. ايه مع الهراب، مع بقيه الهراب، مع بقيه الهراب تحت قياده محمد الكويش. ايه محمد الكويش هو قائد ثوار مجموعه تسموها مجموعه محمد الكويش. حضر فيه بابا في حضر في جانفي 52. ايه حضر في، معناه شارك في العمليات اللي في صارت في العمليات في جانفي 52 وقتها مع عرس، اما هما عرسوا 20 سنه عمره مع خوه عرسوا له، مش ما يخلوش يمشي للجيش، مش ما يخلوش يمشي يحارب. ثم نقطة قلتها خالتي سيدة كنا نقفوا عندها شوية، ترى قلت لنا اللي هو كان يمشي للكشافة، للكشافة يعني هو متربي في الكشافة، للكشافة للكشافة، يعني ما قالوا لكش اللي يمكن الكشافة كان عندها دور كبير في التربية هذيك الوطنية والتربية هذيك العسكرية بتاع الشهيد عبد الواحد؟ ما قالوا ليش، ما نعرفش هذا، لأن اللي نسمع أنا قلته عرسوله ولد 20 سنة وبقي ما سلمش، يعني كي نقولوا عرسول ولد 20 سنه معناها وقت اللي هو توفى الله يرحمه. انت قداش عمرك تقريبا؟ خمسة شهور. خمسة شهور. خالتي سيده قلت لنا انك وقت اللي عمرك خمسة شهور استشهد عبد الواحد حمده. باهي انا باش نطرح عليك سؤال، يعني انت ما عرفتش بوك الله يرحمه؟ لا، انا تصويره 67 سنه، بعد 67 سنه لقيت التصويره. بعد قديش؟ 67 سنه وما سلمتش. بعد 67 سنه؟ بعد 67 سنه، بعد 67 سنه انا لقيت تصويره بوك. باش لقيت تصويره بوك؟ قد ايه 5 9 9 سنين 67 سنه. باهي خالتي سيده نزيدك سؤال اخر، في 67 سنه هذوما قبل ما تلقى تصويره بوك شنو هو الفراغ اللي كان فيك وقت اللي انت ما تعرفش؟ الراح، حتى في النوم الراح، نيم بابا راح، راح ما نعرف شو راح، قعد وحشة كبيرة، وحشة كبيرة قوة، شنو راح قلت عمتي شبه له، ما نقول لي أحمد شبه له، ودي ما نقعد بعد 67 سنة وما سلمتش. وراك تلوج على ريحة الريحة. لوج على ريحة الريحة وما سلمتش، هرسنا جرينا، ما خليت لدار الحزب، خليت حتى بلاصة ربي يدرك فيش هبطهم على البورتابلوات، هذيك التصويرة هذيا الثانية مرت لعالي بفحش هي جبدتها وقالت السيدة هذيا بوك. باهي خالتي السيدة، أول مرة
جاو عينيك على تصويرة بوك الله يرحمه، شو ما كان الشعور؟ عرفتها عرفتها، ما نعرفوش بكل. ولدي ولدي أحمد جي قال لي أمي رام هبطوا تصويرة في البورتابل، را واحد زي 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 هو يشبه له لي. تو قلت له تخلق لي تصويرة، تو تجبدها لي. جبدت تصويرة ودورت بها العرش كامل، هاي حتى من أمه واختي حبيبة، وجبدته عمتي هكا بديها الزهايمر، وريتها لعمتي، عمتي تجري وتعنق التصويرة وتبوس وتبكي. قولي خويا رفر، قولي خويا رفراف والفرد. خويا رفراف والفرد. اي باهي، احنا من خويا ورفراف والفرد، شنو اللي حكاو لك على عبد الواحد حمدة كيف كبرت من بعد وبديت توعى بشويه بشويه؟ شنو هي الروايات اللي كانوا يحكيوها لك وانت بالطبيعه وليت معناها متبنيتها وتحكي فيها؟ اي يحكي ويحكي لي هو معناها شجاع، كان شجاع برشا، شجاع ما يخافش. وبعد حتى وقت الواحد يقول له نعملوا لك بلاصه وتخبى فيها، يقول لهم لي اللي عمره في 96 عمره سنين ممكن في 6. ونعمة بالله يشري اللي بابا خسر على فرنسا، يشري راس جبال كلها، يشري سلاح بفلوسه ويحارب ويحارب حتى لين تخلى ذي. قلت لك عمك طاهر العلوي الله يرحمه، اللي تخلى لهم هو الجدرمي في حينوت في حينوت الحجي، وجبد طاهر العلوي من وزنه وكركر، قالوا انت علوية وخرجوا. بابا جبد الفرد من جيبه وضرب الجدرمي، الرصاصة من الجدرمي خرجت جيت في عمك طاهر العلوي. هو في حانوت الحجاب. في خرجوا ندوروا لبرا، خرجوا لبرا، خرجوا لبرا ندوروا، ما راوش بابا اللي عنده فرد في يده. أيوة. في الصغيره وحتى في تصويرته فرد وديما معاه. ايوه. الرصاصه جيتك في عمك طاهر العلوي، با عمك طاهر العلوي انا معارسه هو مات، اللي ربي عمره في الدنيا. مكتوب ربي. مكتوب ربي، وهذاك عبد الواحد يسميها على بابا. الأخوة اللي تولدوا من فرد كرش ما همش كيما بابا وطهر العلو. يعني ثم علاقة دم كبيرة ما بيناتهم. ايه وطهر العلو. حانوت الحجام اللي صارت فيه الحادثة في رفرف، يعني نسألك هو مازال موجود الحانوت هذا؟ ما عندكش فكرة؟ ما خممتش في يوم من الأيام انك انت تزور البلاصة هذيك، الحانوت هذاك تدخل له تمشي له هكا؟ ما نعرفوش ولدي احنا كنتوا بد من نمشي من الاخر، انا اصلا مش خراجة برشا من الاخر او قد هوني في البلاد وكو ما نعرفوش الحانوت توا فين ما نعرفوش. مشيت حتى رفراف الراجل اللي قال عندي تصاور فمه، قال عندي تصاور، ومن بعد انكر. مشيت له حتى لداره ومن بعد انكر قال ما عنديش. من بعد كشي ربي هاكا جيبهم لي تصاور، ربي هو اللي جيبهم لي. سي عبد الرزاق. نعم. انت هو راجل الدار هكا ولا؟ اقول يسر. والمثل الشعبي يقول انه الرجال تعرف الرجال هكا ولا؟ نعم. اي انت يعني شنو اللي تعرف على نسيبك اللي هو عبد الواحد حمده؟ بتبيعه انت ما تعرفوش، ولكن ولكن اكيد فما نثبت عليه وقت اللي توفى هكا. اي نثبت عليه صغير انا. انا مولود عام 46. مولود عام 46. شنو تثبت عم عبد الرزاق؟ نعم. شنو اللي تثبت؟ شنو اللي عندك هكا بقالك؟ الخدمه نتاعي في الفلاحه ملي خلقت. ايوه. ملي خلقت. اي اما شنو اللي تثبت على عبد الواحد حمده؟ صغير فهمت الله، ووقت اللي توفى الله يرحمه الخشاشر والاولاد الصغار وواحد كل اللي تمشينا للدار لدارهم معنا، هما مسكني وقتها اللطف الله يوريكم يصيحوا وينبوا ويعيطوا. اي هذا كان اللي معش بعد اللي جابوه حصلوا من صغير بكلنا اثبت فوسوه، جابوه من رفراف دوروا له بالسبيطار وشنوه حصيل ودفنوه. باهي هذايا اثبات نتاعك وانت صغير، ومن بعد كيف انت كبرت شنو؟ نسمع بالهدره نتاعو يهدروا عليه ولاد البلاد وشجاع الله يرحمه وراجل. اي باهي عبد الواحد حمده كانوا يحكيوا عليه ديما والا في مناسبات عم عبد الرزاق؟ يعني قليله وين يجبدوا عليه ديما حاجه قليله وين يجبدوا عليه ديما يجبدوها في التاريخ نتاع الممات نتاعو في الذكرى هذه نتاع اكتوبر نتاع 23 اكتوبر.
ولو بشوية بشوية عملوا البلاكة في الواحد في الجردة. أيوة. وكان السامي متاع المرحومين الله يرحمهم كليك. هذا هو بقيتها ما نجدوش عليه. رغم اللي هو مناضل كبير. أي مناضل. ورغم اللي هو ساهم في الحركة الوطنية. وكان عنده دور كبير في إخراج المحتل الفرنساوي من تونس، ولكن ما كانوش يجبدوا عليه برشا. ما كانوش يجبدوا عليه. بس دعاوني ولا جبدوا. ولا. يعني عمري 9 سنين. ولا يعطيوا للفاميليا. أي أي. نتاع الميتين وما يتلفتوا الناس بكل لحظة. وقت اللي بابا قتل الجدرمية تاع فرنسا كان صعب تعبير من عندنا. بيت نرجع لك خالتي سيدة، احنا باش نختموا معاك ان شاء الله في النقطة هذه اللي هي نقطة مهمة جدا. احنا راو إذاعة المندرة موجودين لهنايا في داركم، راو هذا التكريم للمناضل للشهيد عبد الواحد حمدة، وهذا مع صديقنا محمد الحبيب الغناي. نحبوا احنا نحيوك الغبار اللي على جزء من تاريخنا، واللي هو تاريخ للأسف مطموس مخبي وما يخذاش حقه. هذا من بعد نحكي فيه شوية معاك، على خاطر احنا من دورنا وإن نكرموا المناضلين والشهداء متاعنا اللي أتو نرجع لك بعد شوية. يعطيك الصحة يا عم عبد الرزاق، ربي ياخذ بخاطرك. أختي رجاء، توا خالتي سيدة هي بنت عبد الواحد حمدة الله يرحمه، ويقول لك ما أعز من الولد كان ولد الولد هكا ولا. يعني أنت شنو إحساسك وأنت رجاء بنت السيدة بنت عبد الواحد حمدة؟ شنو شعورك وانت عندك جدك مناضل كبير وساهم بشكل لبس به في الحركة الوطنية وفي إخراج المحتل من تونس؟ عندي إحساس كبير برشا بهو، وكنت أي بقعة نخرج لها أقول أنا عزيزي عبد الواحد حمدة. كنا قبل صغار في المكتب أنا ولا أخوتي ولا كل ديما نقول يا أخي أنت ما تعرفوش عبد الواحد حمدة، صحاب نظلوا قاعدين في الطاولة نقرأ ولا حاجة. كبرت مشيت خدمت حتى في المعمل، ديما نحكي كان على عبد الواحد حمدة. انا امي يا اخي ما تعرفوهاش بنت عبد الواحد حمدة، ديما واحد يقول لي نعرفها وواحد يقول لي ما نعرفش يعني عبد الواحد حمدة. يقول اسمه موجود في نادي الشعبة، ديما نقول اسمه موجود في نادي الشعبة هذيك، يعني ديما نقول وديما فرحانين برشا يعني باسم عبد الواحد حمدة برشا نفرحوا به. ووقت اللي جاب لنا خويا حبيب الكتاب هذا كل واحد يبدا يعني يختفي ويحب يقرا يحب يعرف التاريخ اكثر. كانت تحكي لنا امي برشا عليه، ديما تحكي امي كان على ابوها صحيح ما نعرفوهش، ونقولوا كيفاش امي صابره ما تعرفش ابوها، يعني حتى في التصاور ما ذميش. جيت المده مده 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 يعني حكينا راجلي يرحموا امي حكيوا مع بعضهم، يعني عاد تصويره هكا وما تصويره، قال لها امشي ولوج. هو يشجع فيها كان قبل ياسر يشجع فيها ويقول لها سيده امشي لوج تصوير ابوك راك باش تلقاها راك باش تلقاها. اكو برشا ناس لقاوها بعدك الفتره هذيك اللي شجع فيها يعني بعد عمي من باع عمين، يعني هو مات قبل ما يموت بستة اشهر الله يرحمه. التصويره يعني لقاوها وجيبوها وراها وشافها وقال لها هذا يعني بوك، وهي يعني هي وياه هي تقول له اغزر بابا كفنوه ويقول لها الله يرحمه. فقاوا بعد ستة اشهر يعني بعد شويه مات واني وجيبوا لها تصويره اخرى يعني ثانيه هذه اللي هي الثانيه هذه هكا قدامي. انا ياسر عندنا شعور كبير برشا في يعني دخليني على خاطر عزيزي. ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يرحمه، بارك الله فيك. عام 56 وقت بورقيبه جا للبلاد هذيك ما زلت في ذهني التصويره هذيك. عمري اربع سنين عم محرز بخليفه الله يرحمه وقت جيو بورقيبه راس الجبل في نادي الشعبة اللي لسق المدرسة، كيما تو هزني على عنقه عمك محرز بخليفة وزوزوني البرقيبة. واحد شايب هكا قاعد بحذاه على الكرسي، برقيبة حاطط قطاع ولا قدامه شاشية بالكوبيتة، واحد نقولهم كدرون راجل لبس كدرون راجل عزوز حطني في حجره. تو هذيك نثبت عليها وبرقيبة عطاني 5000 حطها لي في جيبي لبسه سوريه بيضاء وكسوريه وجيب احمر وسوريه هكا مزقزق باللابيه. تو هذيك نثبت عليها. هذا عام قداش حبيب؟ 55 56 عام 56 دور بعد عند الاستقلال وقت اللي جاب بورقيبه راس الجبل بعد الاستقلال. اربع سنين كوقت انا عام 52 اربع سنين
هذيك زيارة اللي جابوا ولا عندي كلمة صغيرة قدام المدرسة قد تقدم الدنيا معبية بالعباد وعم محرز بخلفة حطني فوق كتفه وعنق وزواصل. خالتي سيدة أنا باش نبدأ منين وفاة عم عبد الرزاق. أيوة. وقت اللي قال عبد الواحد حمدة ما تذكرش برشا ولكن يتذكر شوية هكا في مناسبات. سؤالي هو خالتي سيدة المناضل الشهيد عبد الواحد حمدة خذاش حقه في البلاد هذية حقه الوطني كمناضل كبير في الحركة الوطنية خرج المحتل الفرنساوي. اثنين خذاش حقه التاريخي وأنه تذكر في كتب التاريخ وأنه هو كان رجل من الرجال اللي ساهموا في تحرير البلاد من المحتل. وخذاش حقه يا خالتي سيدة كإنسان، إنسان خلى بنت عمرها 5 شهور وبنته هذه ما عرفتوش وحتى كي عرفته في التصوير عرفته بعد 67 سنة. إذا سؤالي خذاش حقه الوطني والتاريخي والإنسان عبد الواحد حمدة خالتي سيدة؟ ما خذاش، نقولها ونقولها 100 مرة خذاش. ما خذاش. أنا بابا مات عام 52 حتى كي أعطوني منحة عام 57 وتصنف من 52 ل 57 عام 57 أول منحة لقيتها عام 57 بعد 5 سنين. إيه معناها قعدت ناخذ في 22500 كل 3 شهور. وقت اللي وصلت انا 18 سنه عطاوني منحتين 10,000. مش مشكل هذه تول المنح حكيلة. احنا ساعات المنح الماليه ايه. الفلوس العبد حتى لو كان يعطيوه مال الدنيا ما يعوضولوش قطره من ذنبوه ولا ثفر من دم يعني اعز الناس عليه. وقت اللي هكا وقت ذكر الحاجه نظلي هكا ناغني ظلي محموصه معناها انا كنت ما نخرجش وكش امام ما عطاوش حقه. طبعا مثلا يمر مثلا عيد الاستقلال 20 مارس ويعيد يمر عيد الجمهوريه 25 جويليا وعيد الشهداء 9 ابريل وعيد الجناه 15 اكتوبر، فهالمحطات الوطنيه في الاعياد الوطنيه ما يدقوش عليك؟ عمرهم بالعمر الا اخويا حبيبه ولدي حبيبه معناها بالشيء معناها ونشدني. معناها التكريم نتاع عبد الواحد حمده صار فقط من طرف مؤرخ اللي هو محمد الحبيب الغني. اما الدوله ما تلفتتش. لا كان بهلاطة غنقول نصاب 10 من الناس في عبد الواحد لتونس، 10 من الناس بهلاطة قول نصاب 10 من الناس في عبد الواحد لتونس. ومن بعدكش طفاو ولا عمرهم لا ذكروني ولا فكروني ولا هاني ولا 9 هاني في 70 سنة نمشي. يقول لي خالتي سيدة ما أكثرش من اللي سماه دوبا سماه اسم شعبة واسم نهج هكا. هيك هو. حات شيء اسم شعبة باش حاطوه. تصنف بعد آخر. نهج باسمه بعد ايه نهج باسمه اللي في السنة دوكا باش نعرفوا بيه اللي ضربوا الغادي. ايه في عام 2002 عندنا لقش ارض في سيدي حمد بوكريمة فديه بعناه باش نحكي لكم صندوق السلاح اللي طلع منه بعناه. كي بعناه بعته بنت عمي الواحد من زوي كيف جاء هذاك يمشي ناحية تخم تاع دار الشربي ناحية تخم من التخم اللي سقنا ارض اخرى مش بتاعنا شينا حك تخم كتخم هذيك يلقى صندوق صليحه ونيك وقبل دهمو على دارنا على الصليحه فوق بابا اللي عنده الصليحه وفي دارنا ما نلقاوش ما يعرفوش فين يديه الصليحه وصليح لدمو ردمو في الكدين تاع في ارضهم ردمو من عام 52 ولا وقت مردوم حتى عام 2002 2002 معناها هذه جهه اللي من زوي حفر الارض 70 سنة وصندوق مخب يعني وحفر الارض هذيك وطلع الصندوق وده للحاكم عام 2002 جاب التراكتور يعني وقت اللي وصل لك التركينه هذيك فهمت وتحت قصب هي مقصبه من قبل حتى 200 لا وردم الله يرحمه خباه بعد الواحد المشاكل حصلوا بعد على روحه. خالتي سيدة انا تواني تو سمعتك انا خالتي سيده تحبش تعرف الروايه الصحيحه؟ اي نعرف. انت استشهاد عبد الواحد حمده؟ نعم. باهي تو خالتي سيده كانت تحكينا في الروايه اللي انتشرت في راس جبل. الروايه هذه هي خالتي سيده ما عاودتها كما سمعتها وهي بالحق
انا بدي سمعت اللي كنت نعرفها حتى ايش الوقت اللي جيت قلت لي جبت لك البحث هذايا وجيت طليت عليك وعملنا له ذكرى وفاته تكريم وشقرينا فاتحه وترحمنا عليه وقلت لي عاد تصور وقتها لو جو فيهم مازلنا تصور مازلنا ما نقنش تصور. الروايه الصحيحه نحكي لك عليها ذول نسيتها خالتي سيده اللي هي حكيت الاجتماع اللي صار مش في حانوت حجام. تنقل لكم كيف جيت حكيت حانوت حجام. حكيت الاجتماع هما في دار واحد من الهراب اسمه الهادي الجريدي وين فما البلاكة اللي وثقت الحاسة اللي موجودة الرخامية. حانوت معجنة بدار والحانوت هذا كان مسكر. كي صارت الوشاية ودهموا الجندرمية والجار موبيل دقوا عليه دقوا فلقاهوا مجتمعين وهما متهنين اللي ما عندهمش سلاح في بالهم اللي ما عندهمش سلاح وبدوا يخرجوا فيهم بالواحد طاهر العلوي اللي انت سميته وراه عبد الواحد عندهم ستة من يسا وسبعة روايات مختلفة يا ستة يا سبعة والأكثر ستة سبعة كي نحسبوا الآخر الوشي. عبد الواحد حمد مخبي رشاش تحت منه احتياط خاطر هو خذوا لهم سلاح واحد منهم خلى سلاح في الدار. قلت لي خرج اخر واحد عبد الواحد حمد يطلق النار يضرب الرئيس فرقة الجندرمية ريني مارسو اسمه ويقتل زيدا رئيس فرقة الجندرمية وواحد من اللي يتسميه الحرس الجمهوري من الجارد موبيل زوز قتلهم. وفما رواية تقول فما صار إطلاق نار من قهوة زادة على الفرنسيين كي عبد الواحد ضرب. مين جات توا الرواية هذه تاع الحجام مين جات؟ هو راهو ديما في الوفيات حتى احنا في بلادنا ساعات في بلادنا واحد تسمع حكاية تتبدل من واحد لوحده تقلب بالرواية تولي حكايه غريبه حتى ساعات يوصل يسمع على عبد يعرفه توفى حكايه غريبه اللي ما سمعهاش حنوت الحجام موجوده. حنوت الحجام كيفاش ني حكيته الحجام بهذا الحانوت اللي اعاده تجديد الموقع المواجهه هما ملمومين هنا خرجوا بالواحد هما مسركين الحانوت وبعد عبد الواحد حمده اخر واحد خرج ضرب على رئيس فرقه الجندرميه وواحد من الحرس وهرب في اتجاه الجامعه أو انسحاب عبد الواحد حمدة دار على اللي صار خرجوا له ويجيوا في جرته هذوما يجيوا في جرته في الدورة حانوت الحجام مقابل قاعد واحد على الكرسي وفي باله محدش يحجب في حانوت الحجام تضرب باسمه صدق سليمان صدق سليمان الموجود في البلاكة اللي هو تضرب مات مع عبد الواحد إيه؟ وما واحد داخل القلالي اللي هو زادوا في حانوت عطرية في وقت اللي هما جراوا في جرة عبد الواحد حمدة والناس كلها هربت كلهم هربوا حتى عبد الواحد كان مش يهرب. علاش قلت أنا خانه نورا في الأرض فأصبح نورا في السماء تكشف بلور بمبارة أمبارة كانت قدام الجامعة قد قدبة بالجامعة الأنبارة هذه هي اللي كشفت عبد الواحد تكشف في النور فك الضوء ذاك البهرة هذيك البهرة المقابلة وتكشف للجنود وتضرب فم استشهد قدام باب الجامع وال ورقة القجعين تاع فرنسا هاي موجود هاي وقت اللي يجوا في جرته تكشف في الغادي فيك الضوء والرصاصة تعديت حانوت الحجام واحد تضرب عبد الواحد ورصاصة أخرى تعديت ضربت نهج مقابل هنا فما أنفاس مقابل حانوت حجام تضرب فيه فما كي تعمل هكي ترقى ونهج أنفاس نهج هذا الضوء اللي كشفه في الجهة هذه مقابل الجامعة من هنا والرصاصة تعديت حانوت الحجام هنا جيت حكيت لحانوت الحجام أي صيغة متاعي أنا شو المعنى خانة ونورا في الأرض النور هو الأرض العالم السفلي عالم فيه الشر وفيه الخير مختلط فأصبح نورا في السماء هو الشهيد نور عند ربي كالملائكة رمز الطهارة نور في السماء ولذلك المقام الأفضل لذلك ربي كتبه له وأمنيته تحقت هو مضروب أمنيته هو يقتل واحد من الجنود الحمد لله كيفاش خلت هو مضروب هو يقرا في القران يقرا في القران هو يصلي ربي يرحمه يقرا في القران امنيته بشقت الجندي قتل زوز هذه الرويترز
كيفاش نقلت الخبر من الغدوة وكالة عند رويترز كيفاش يسموهم؟ إرهابيين، هذا قراها تغير وقت هذاك كل من يقاوم المحتل إرهابيين. هذه خرج الخبر، خرجته الخبر البروت الخام كيفاش خرج، وبعد نقلته للصحف لو 24 رويترز هذه وكالة الأنباء. انسيدون سانغرونت اون تونيزي 5 مور، الحصيله 5 وفيات، زوز فرانسيس قائد فرقة الجندرمة والقارد واحد من العون الحرس الجمهوري، وثلاثة توانسة عبد الواحد حمدة، صدق سليمان، والقلالي اللي هو في حانوت، في حانوت تاخر، في حانوت عطرية، زاد رصاصة طايشة. ربي يرحمهم الكل، ربي يرحمهم، يعطيكم الصحة. اللي تمنى، اللي تمنى هو ربي. إذا هكا نصل إلى ختام اللقاء متاعنا مع خالتي سيدة وعم عبد الرزاق وأختي رجاء، مع خالتي سيدة اللي هي بنت الشهيد المناضل عبد الواحد حمدة رحمه الله. عبد الواحد حمدة اللي استشهد على أرض تونس في رفراف، وسقى أرض تونس بدمائه الزكية، وارتقى شهيدا عند الله من أجل تحرير الوطن من نير الاستعمار والاحتلال بالأساس. إذا هذه مصافحة أولى، أكيد خالتي سيدة بتكون حاضرة معنا في إذاعة المندرة إن شاء الله نهار السبت، طبعا في سهرية أحنا هكا من 8 ل 11 متاع الليل، واللي بديناه هونية في دار عبد الواحد حمدة باش نكملوه في استوديو إذاعة المندرة، طبعا مع خونا محمد الحبيب الغناي اللي عنده مازال بارشا ما يقول في السياق هذايا، لأنه نهار 23 أكتوبر اللي هو نهار السبت هو ذكرى استشهاد عبد الواحد حمدة الشهيد والمناضل والبطل رحمه الله. كما تشوفوا احنا اليوم تقريبا 13 من ربيع الانور، كما تشوفوا القمره يعني بدر كامل، واحنا في اختتام الزياره نتاعنا لدار الشهيد عبد الواحد حمدة. كما تشوفوا اختي رجاء وخالتي سيده وولد رجاء موجود هنا، ما فما عم المكي ساكت كيفيه، عم عبد الرزاق نقول لكم صباح الخير وملتقى نهار السبت ان شاء الله. ان شاء الله صباح الخير.